كل شجرة مثمرة تتعرض للحجارة، وكل شخص يجب أن يتعرض للمشاكل وبعض المواقف ما بين السلب والإيجاب. فما هي تلك المشاكل التي تعرض لها لثويني؟ حكم أنك أنت ما تملك نفسك، فممكن واحد يوقف في أي مكان تلاقي نفسك قاعد في مطعم تبي تأكل ويا عيالك، ومفهد هالصوب والبنية هالصوب والعيال، وتيك واحدة تطب على الطاولة فجأة هالشكل: دكتور ثويني السلام عليكم، أنا صار لي شهر أدور عليك. طبعا العيال قاعدين، واحد لقمتها بحلجه يعني يشرق هذا: ممكن اخذ رقم تليفونك؟ عفوا والله مفهد، ترى انا باخذ رقم، عندي مشكله. فهذا المشهد يصير عادي، وبعدين او تلاقي لك ياهل يدبي من بعيد يمشي 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 عمره 2 سنوات بيده ورقه، يعطيك الورقه بحيث منين ياهل ياهل تدور شيء، وتلاقي واحده من بعيد تقول لك: او واحد لو سمحت رقم التليفون. فقوم ودز. ففي احراجات الحقيقه تصير في الشارع، انت تحس انك بخلوه ويا اهلك قاعد بتاكل لك لقمه وشي، لكن خلاص ما عاد تملك نفسك. ومرات الناس تهددك، تجيك واحده واحد: ترى انا احملك المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، انت مسؤول عن جميع شباب البلد. تقول ان شاء الله طال عمرك حاضر، خلاص انت مسؤول غصب عليك.